يسن الاضطجاع على شقه الأيمن بعدما يؤدي سنة الفجر، وقد اختلف فيها العلماء هل تسن أو لا تسن، أو تسن لمن كان يقوم الليل. القول الأخير لشيخ الإسلام رحمه الله أنها تسن لمن كان يقوم من الليل لفعله عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء عند مسلم من رواية مالك من أنه كان يضطجع بعد الوتر فقد خالفه الجماعة، فالثابت أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.